ايه هي الهايفن عضلات؟ هي الشرطة الصغننة. احنا عندنا اربع شرطات في اللغة الانجليزية. الشرطة الصغيرة اسمها هايفن، الشرطة الاكبر منها شوية اسمها الان داش، الشرطة الاكبر منها شوية اسمها الام داش، وفي عندنا الاندر سكور. احنا خلينا في الهايفن، احنا عايزين الهايفن دي. اولا كمبدأ عام للهايفن، هي بتبقى بين كلمتين بدون سبيس وراها وقبلها، يعني هي كأنها حرف في الكلمتين دول، يعني ما توسعليش بينها وبين الكلمة اللي وراها وتوسع لي بينها وبين الكلمة اللي قبلها، لا. فبتتحط بين كلمتين عشان تخليهم ذو معنى واحد، يعملوا معنى واحد، تمام؟ أشهر حاجة بتتحط فيها الهايفن الكومباوند ناونز، اللي هي الأسماء المركبة. كومباوند ناونز يعني الأسماء المركبة. يعني ايه اسم مركب؟ يعني اسم متكون من اسمين، زي مثلا موتور سايكل، موتور وسايكل فكونوا موتور سايكل. برينتر كارتريج اللي هي الحبارة بتاعت الطبعة، اسمين عملوا اسم واحد، زي فذر اللو اللي هو الحمى، ابو الزوج او ابو الزوجة، الحمى او الحماة، برافو عليك. دي اسمها كومباوند ناونز. بس موتور سايكل بنقول عليه كومباوند كلوزد كومباوند ناون، اسم مركب مغلق. ليه؟ لانه كتب ككلمه واحده، الكلمتين راحوا لازقين في بعض كانهم كلمه واحده. برينتر كارتريدج اتكتبوا ككلمتين منفصلتين بس ما حطيناش علامات، فاسمه اوبن كومباوند، اسمه مركب مفتوح. طيب فاذر اللو، بين فاذر وان هايفن، وبين ان ولو هايفن، فده اسمه هايفنيتد كومباوند ناون، اسمه مركب ذو هايفن، في بينهم هايفن. يبقى في اسماء مركبه بتتكتب ككلمه واحده، في اسماء مركبه بتتكتب ككلمتين عاديتين، في اسماء مركبه بتتكتب الكلمه هايفن الكلمه اللي بعدها ولو ثلاث كلمات يبقى برضه هايفن. السؤال هنا اللي هيسالهوني اي حد فيكم، انا كطالب اعرف منين؟ ده السؤال اللي على طول بنتساله من 30 سنه. انا كطالب اعرف منين؟ نقول لك خد بالك وانت بتذاكر، خد بالك وانت بتحفظ، كل اسم مركب يعدي عليك خد بالك بيتكتب ازاي، closed ولا open ولا hyphenated. دي عايزة منك انت تركيز في اللي انت بتذاكره واللي انت بتحفظه، تمام؟ فدي تيجي عن طريق الحفظ. يبقى الهايفن بتتحط في بعض الاسماء المركبة مش كل الاسماء المركبة. الكومباوند فيربس مع الفعل المركب برضو في افعال مركبة، زي مثلا كلمة strong arm في العبارة دي معناها يجبر زي force، ولكن الأفعال المركبة نادرة في اللغة الإنجليزية مش شائعة. الـ compound adjectives الصفات المركبة، الصفات المركبة دي حاجة شائعة جدا في اللغة الإنجليزية، زي well behaved متربي كويس، part time يعني جزئي من الوقت، to bright corner يعني الركن الأعلى على اليمين، wild goose وز بري، well known مشهور، full time وقت كامل، bottom left drawer يعني درج أسفل على الشمال، sugar free cookies يعني بسكويت مفهوش سكر خالي من السكر. فدي صفات مركبة، بنحط بين الكلمتين اللي مركبين للصفة دي أو المكونين للصفة دي، بنحط بين الكلمتين المكونين للصفة دي هايفن. بيقول لي بس خلي بالك، ركز معايا في المعلومة دي علشان المعلومة دي هنقولها على كذا حاجة جاية. لو الصفة المركبة جت قبل الاسم، يعني الاسم وراها، يبقى الهايفن مطلوبة. طب لو الصفة المركبة جت من غير اسم وراها، مفيش اسم وراها، يبقى الهايفن مش مطلوبة. يعني ايه يا مستر؟ عايز افهم. بص على المثال ده، The well known actress الممثلة المعروفة، ادي الاسم اهو actress ممثلة، فالاسم اتى بعد الكومباوند ادجكتيف، فبالتالي الهايفن اتكتبت. بص على المثال اللي بعده، The actress who is well known الممثلة التي تكون مشهورة went to prison for fraud، ذهبت الى السجن من اجل الاحتيال. يبقى كلمة هنا well known ما فيش وراها اسم، فما فيش معاها هايفن. يبقى ما فيش اسم بعد الصفة المركبة، ما فيش هايفن. في اسم بعد الصفة المركبة، في هايفن. سهلة؟ سهلة إن شاء الله. الكومباوند نمبرز عارفينها من بدري، الرقم المركب زي 21 53 65 87 بتتكتب هايفن بين الرقمين. She had 99 problems، 99 شايف الهايفن؟ There were
21 candles. شايف الهايفن؟ معروفة دي، وده السهل عشان سهل هام، مش الصعب اللي هام، السهل اللي هام، لأن زي ما قلت لك هو بيجيب السهل ما بيجيبش الصعب. أنت طالب في ثالثة ثانوي مش عارف 65 تتكتب إزاي، تقدرش تعترض عليها لو جت في الامتحان. السهل ما تقدرش تعترض عليه، الصعب تقدر تعترض عليه. فلذلك بقول لك السهل أهم من الصعب، اوعى تفرط في السهل. مينيمم مذاكرة ذاكرني ده، اوعى اجيب لك رقم زي كده وتختاره لي من غير الهايفن، لازم الهايفن في الرقم ده. الكسور البسيطة simple fractions، fractions يعني كسور. الكسور البسيطة should be hyphenated، يجب انها تتحط لها هايفن. زي مثلا لما اقول he held a two thirds majority، اغلبية تلتين. I ate three fourths of the cake، تلات ارباع الكيكة، تلتين وتلات ارباع بكسر. الكسور لازم يتحط فيها هايفن. طب لو قلت إلا إذا، منا هتقول لي إلا إذا إيه لوحدها؟ برافو عليك، برافو عليك، شفت كده اديتكم فرصة لغاية ما طلعت ناس أذكياء أهو. تمام، الله ينور. بصوا الناس جابت المعلومة لوحدها، قال لك ممكن يكون زي اللي قالوا في الصفة المركبة، الصفة المركبة لو وراها اسم تاخد هايفن، مش وراها اسم ما تاخدش، فراح رابطين، هو ده اللي احنا عايزينه. المهارات العقلية افهم لوحدك، برافو عليك. افترض مستر ايمن نسي ما ينبه عليها، هنا كلمة تو ثيرز جاي وراها كلمة ماجوريتي، الاغلبية اسم، ذا كيك الكيكة اسم. طب لو الكسر ما جاش وراه اسم، قال لك لا ما ياخدش هايفن. بص المثالين دول. وي واتشد a half hour documentary، يعني فيلم وثائقي جاي وراها اسمه، فبالتالي خدت الهايفن. طيب the documentary on the secret life of bees went on for a half hour، الفيلم الوثائقي عن حياة النحل السرية استمر نص ساعة، هنا ما جاش وراها اسم فما خدتش الهايفن. نفس الفكرة بتاعت الكومباوند adjectives، يبقى الكسر ياخد هايفن لو وراه اسم، مش وراء اسم وهو جاي كاسم يبقى مفيش هايفن. برافو على الناس اللي بتفكر. بيقول لي if a person's or object's age is being used as an adjective use a hyphen، لو استخدمت عمر شخص او عمر شيء كصفة لازم يكون في هايفن. ازاي؟ زي المثال ده it was a 30 year old car، a 30 year old car، the 3 year old boy، the 3-year-old boy. طب بص the car was 30 years old. ايه الفرق؟ انا عايزك تبص بنفسك وتستنتج بنفسك ايه الفرق بين ده وده. it was a 30 year old car وthe car was 30 years old. بالظبط، لو العمر استخدم كصفة وراء اسم يبقى هيكتب بهذا الشكل 30 year old. في صفتين هنا، في حاجتين لازم اخد بالي منهم، الهايفن وكلمة year مش years، مفرد مش جمع. لكن لما قلت ذكر عمرها 30 سنة من غير ما اجيب عربية وراها كلمة عربية، 30 years old عادية، years جمع وما فيش هايفن. بص المثال التاني the 3-year-old boy، الولد ذو الثلاثة أعوام. the boy was 3 years old، الولد كان عنده 3 سنين. The 3 year old boy was the boy was 3 years old. يبقى العمر ياخد هايفن بين الرقم وكلمة year وكلمة old لو وراء اسم، ما ياخدش هايفن لو مش وراء اسم. وتخلي بالك من كلمة year وكلمة years لأن دي مهمة جدا. تمام؟ بيقول لي use hyphens with some prefixes and suffixes. طب ازاي واحنا متعودين على prefixes و suffixes من غير hyphen؟ زي كلمة uncountable، الستم بتاع الكلمة count، ده الاصل count يعد. ايه un دي؟ prefix. ايه ال able دي؟ suffix. ما هو البريفكس عشان الناس اللي ما كانتش معانا في السنين اللي فاتت؟ البريفكس هو مجموعة حروف بتضاف إلى أول الكلمة، السفكس مجموعة حروف بتضاف إلى آخر الكلمة، أشهرهم ال واي لما نضيفها للصفة تحولها لظرف. فالمعروف
ان البريفكسز والسافكسز ما بتاخدش هايفن بينها وبين الكلمة، بس احيانا بنضطر اليها، احيانا بنضطر اليها. ليه؟ طب انا كلمة cover معناها يغطي، فحضرتك كشفت الحلة، خدت اللي انت عايزه، ما قعدتش تغطيتها، فبقولك لو سمحت عيد تغطية الحلة. فعايز اضيف على كلمة cover يغطي ري اللي هي معناها يعيد، زي rewrite يعيد كتابة، زي reread يعيد قراءة، فعايز اضيف recover. لو كتبتها كده هتديني كلمة recover اللي موجودة في اللغة الانجليزية اولها re فعلا اصلية فيها، بمعنى يشفى او يسترد. فلخبطت معايا الدنيا، بقيت الكلمة اللي انا عايزها يعيد يغطي يعيد تغطية دخل على كلمة اسمها recover، فحصل لخبطة. نعمل ايه؟ قالك لا، هنا لازم بعد البريفكس نحط هايفن، لازم غصب عننا. يبقى اول حالة تحط فيها هايفن بين البريفكس والكلمة، اذا كان البريفكس والكلمة لو ما تحطش الهايفن هيودونا على كلمة تانية، هيضربوا معانا في كلمة تانية، فبالتالي مش هينفع، لازم الهايفن اجباري. والهايفن يتحط بين البريفكس ولو الكلمة اللي وراه عدد، عدد زي Rachel lived in a pre-1960 house and decorated it accordingly. راشيل عاشت في بيت سابق لعام 60، يعني اتعمل قبل عام 60، لأن كلمة pre معناها سابق، كلمة pre معناها سابق، فبالتالي pre prefix جو وراها 1960، لو وراها عدد لازم الهايفن. يبقى prefix وعدد لازم الهايفن. هنا I have been pro-Canadian ever since I tasted button. Pro-Canadian يعني محب للحياة الكندية من ساعة ما تزوقت الطعام بتاعهم. Canadian اسم علم، يبقى لو ورا البريفكس اسم علم لازم الايه؟ الهايفن. يبقى تلات حالات لازم فيهم الهايفن مع البريفكس. نلخصهم كده علشان محمد ما يتوهش معانا، وعشان ندى ما تتوهش، وسوسنة وزينب. واحد، لو البريفكس والكلمة اللي وراه هيلخبطولي مع كلمة تانية زي كلمة recover، لازم أحط الهايفن. اتنين، لو ذكر عدد بعد البريفكس. تلاتة، لو الاسم اللي بعد البريفكس اسم علم زي لغة، جنسية زي Canadian، Canadian جنسية، بلد، شخص، وهكذا. تمام حضرات، الموضوع سهل إن شاء الله. في حالة كمان بيقول لي لو أنت هتضيف بريفكس على كلمة فيها هايفن، يعني لما أقول لك إن الأنسة مودة is self-motivated، يعني عندها حافز ذاتي مش محتاجة حد يقول لها ذكري، هي حافز داخلي self-motivated، ما حدش بيعملها motivation، هي الموتيفيشن نابع من عندها. فكلمة self كprefix لازم يتحط وراها hyphen إجباري، كلمة self وكلمة ex اللي هي ex husband مثلا لازم hyphen. طب انا لو عايز اقول لا هي مودة مش ما هيش سيلف موتيفيتد، فهضيف البريفكس نون سيلف موتيفيتد، لازم احط الهايفن. ليه؟ عشان مدخلها اوريدي على تعبير فيه هايفن. لو انا مدخل البريفكس على تعبير فيه هايفن لازم احط الهايفن بعد البريفكس اللي انا مدخله. يبقى اربع حالات اهم، نلخصهم تاني. اربع حالات البريفكس لازم ياخد وراه هايفن. واحد، لو الكلمة مع البريفكس لو ما حطيتش الهايفن هيلخبطولي مع كلمة تانية. اتنين، لو البريفكس وراء عدد. تلاتة، لو البريفكس وراء اسم علم. اربعة، لو البريفكس داخل على كلمة فيها هايفن اوريدي لازم احط هايفن مع البريفكس ده. When a prefix or combining form stands alone، برضو لازم احط الهايفن مع البريفكس لو البريفكس ده جاي من غير اسم وراه. طب هم هتستغرب جدا، ازاي البريفكس يجي لوحده؟ ما هو بريفكس الايه؟ ازاي ما تحطش وراه اسم يجي كده متعلق؟ ايوه، وهو اسمه كده، اسمه suspended hyphen، هايفن معلقة. طب ازاي؟ بص على المثال ده وانت يمكن تفهم. I studied micro and macro economics as part of my degree. ليه micro ما جاش وراها اسم؟ ليه يا سلمى؟ ليه يا سيمون؟ ليه يا نورهان؟
ليه مايكرو ما جاش وراها اسم؟ طب مايكرو ايه؟ انا لما اقرا العباره دي مايكرو ايه؟ مايكرو باص؟ ميكرو باص؟ برافو، يبقى هي مايكرو ايكونومكس اند ماكرو ايكونومكس. برافو، يبقى هنا المايكرو معطوف على الماكرو وكلمه ايكونومكس مشتركه للاثنين، فانا رحت كاتبها مره واحده مع ماكرو. ماكرو يعني كبير، مايكرو يعني صغير، مايكرو صغير، ماكرو كبير. فبدل ما اكتب كلمه ايكونومكس مرتين عطفت. طيب كلمه مايكرو وماكرو لو جو مع ايكونومكس بيتكتبوا كلوزد كومباوند، بيتكتبوا ككلمه واحده ما فيش هايفن، بس مايكرو جت متعلقه ما فيش اسم وراها في اند، يبقى في الحاله دي تاخد هايفن والاند في سبيس. خلي بالك الاند ما تلزقش في الهايفن، لازم سبيس، لازم مساحه، تمام؟ فدي اسمها suspended hyphen، الهايفن المعلقة. Some prefixes always take a hyphen like X self. تحفظهم some. البريفكس X والبريفكس self لازم ياخد hyphen. X انتوا عارفينه، X husband، X wife، زوجة سابقة، زوج سابق، self motivated، self serviced وهكذا. يبقى البريفكسز دول الاثنين لازم ياخدوا هايفن. في السافكسز هو غير وارد في السافكسز، يعني مش دايما بنحط هايفن بين السافكس. السافكس اللي هو مجموعه الحروف اللي في اخر الكلمه، مش اللي في اخر الكلمه، اللي احنا بنضيفها زي ال واي. هل انت مثلا لو كلمه كويك سريع عايز تحط لها ال واي بتحط هايفن؟ لا، انت بتحط ال واي عشان تحولها لظرف كيفيه وخلاص، كويكلي. طيب موضوع السفكسز هيكون صعبة، فعشان كده عايز حضرتك تحفظ لي الأربعة دول بس. كلمة elect السفكس ده، وfree وbased وstyle يتفصلوا بهايفن عن أي كلمة هيتضافوا في آخرها، بس أنا عايزك تحفظ لي الأربعة دول. الأربعة دول كسفكسز، ككلمات أو كحروف بتلحق بأواخر الكلمات لازم نفصل بهايفن، خلاص؟ طب انا لو عايز اقول الشاي بتاعي شوجر فري تي، شاي خالي من السكر، شوجر فري تي، يبقى لازم الهايفن بين شوجر وفري. ليه؟ عشان المستر قال لي احفظ الاربعه دول، كل ما تيجي تحط سافكس من الاربعه دول في اخر اي كلمه في اللغه الانجليزيه حط لها هايفن بينها وبين الكلمه لو سمحت، بس مش عايز اكتر من كده في السافكسز. Use a hyphen to show word breaks in publishing. يمكن معظمكم عارف الحتة دي، حتة ان انا ادي صفحة مثلا وادي السطور ومطلوب ان انا اكتب كتابة اكاديمية، الاندد بتاعي صح، الالايمنت صح، المحاذاة بتاعت السطور، بداية كل باراجراف ادخل جوه شوية اندنت، لقيت نفسي هكتب كلمة important في اخر السطر ده ام بور وما كملتش معايا. برافو يا نانسي، ما كملتش معايا، اعمل ايه؟ اشطبها واكتب امبورتنت كلها في سطر واحد تحت؟ قال لك لا، بكل بساطه احط هايفن، شايف؟ عشان ما تسالنيش بعد شويه تقول لي احط هايفن في السطر فوق ولا تحت، ايه احط هايفن امبور واكمل تنت تحت. ده اسمه وورد بريك، تقسيم الكلمه. كلنا اعتقد معظمنا عارفين الحته دي، اعتقد معظمنا. مستر اي برافو عليك، مستر ايمن شرحه لنا في سنه اولى، اولى ثانوي قال لنا الكلام ده، لو السطر ما كفاش معاك اوعى تخلي لي سطر قصير وسطر طويل، دي مش كتابه اكاديميه. امال اعمل ايه؟ طيب الكلمه الطويله اقسمها على سطرين، بس تقسمها منين؟ كلمه امبورتنت حضرات ام سيلابل مقطع، بور مقطع، تنت مقطع، تقسمها يا هنا يا هنا، لكن ما تقسمها ليش بين البي والاو مثلا ودول امب والتاء صدر تحت اورتنت، لا كده انت ما عندكش حس موسيقي اساسا يعني. ما يا اما تقول ام في سطر، بورتنت في سطر، يا اما تقول امبور في سطر وتانت في سطر، لكن ما تقوليش امب واورتنت، لا طبعا، تمام؟ يعني حتى الاسماء دي ليها قوانينها. فبنستخدم هنا مين؟ الهايفن، برضو بنستخدم الهايفن بتاعتنا في الموضوع ده.
when to avoid using a hyphen, امتى نتجنب استخدام الهايفن؟ متهيئلي احنا في حاجات عارفينها already. قالك مع كلمة very و more و most و less و least، كل دي كلمات احنا بنكتبها من غير هايفن وعارفين الكلام ده من بدري. with phrasal verbs مع الافعال اللي معاها حروف جر زي look after مثلا، هل انت بتكتب هايفن في كلمة look after مثلا او look at؟ لا، ده اسمه ايه؟ ده اسمه phrasal verb. ما بنكتبهاش مع الفريزل فيربس زي تشيكن يعمل اجراءات الدخول في فندق مثلا. ولكن في ملحوظه هنا بيقول لك خلي بالك، لو الفريزل فيرب ده استخدم كناون، استخدم كاسم، يبقى لازم يتحط له الهايفن. زي هنا ايه؟ ذا تشيكن از ات 2 PM. هنا تشيكن يعني اجراءات الدخول، مش يعمل اجراءات الدخول، هنا جايه كناون كاسم. يبقى الملحوظه الوحيده اللي عايزين نقولها، احنا ما بنستخدمش الهايفن مع الظروف العاديه اللي هي زي very وزي more وزي less وزي least، وما بنستخدمش الهايفن مع الفريزل فيربس اللي هي الافعال اللي وراها حروف جر. بس في ملحوظه هنا بنقول لك خلي بالك، لو الفعل اللي وراه حرف جر ده استخدم كاسم يبقى لازم هايفن. واحنا مدي لك مثال عليه، كلمه تشيك ان. يبقى كلمه تشيك ان كفعل ما فيش هايفن، لكن كاسم في هايفن. تمام. اخر حاجه النهارده عشان عارف ان انتوا تعبتوا، معلش warning، تحذير. A hyphen can change the meaning of a sentence. الهايفن ممكن تغير معنى الجمله. فاكرين جمله الولاد والبنات؟ الولاد اللي قالوا المراه بدون راجلها ولا حاجه، البنات راحوا قالوا لهم وردوا عليهم المراه بدونها الراجل ولا حاجه. علامات ترقيم ممكن تعمل معاني مختلفه، الهايفن كذلك. انا عايزك تبص على، سيبك من اللي مكتوب هنا ده خالص، على a small business conference و a small business conference. ايه الفرق بينهم؟ الهايفن اللي بين small business خلت كلمة small business كلمة واحدة، فيبقى عمل صغير، يبقى مش المؤتمر اللي صغير، العمل اللي صغير، يبقى ده مؤتمر للأعمال الصغيرة. لكن small business conference يبقى هنا business صفة للconference انه مؤتمر أعمال، و small برضو صفة للconference انه صغير. يبقى تفرق كتير في الترجمة حضرات، عشان ما يخدعنيش في الترجمة، الترجمة بتيجي اختياري. هيقول لي معنى a small business conference اللي كتبها في الأول مؤتمر أعمال صغيرة ولا مؤتمر صغير للأعمال؟ تقول له لا، اللي تحت معناها مؤتمر صغير للأعمال، يبقى الأعمال مش صغيرة، المؤتمر اللي صغير. لكن اللي فوق لا، مؤتمر للأعمال الصغيرة، بس ممكن يكون مؤتمر كبير عادي. تمام حضرات؟ فالهايفن ناخد بالنا منها لأنها ممكن تبهدل الدنيا. Any questions؟